حياكم الله من جديد واهلا بكل من يتابعنا ومنضم الينا في متابعه يا هلا. يعاني كثير من الاشخاص اليوم من نوبات الصرع، اذ يعد الصرع من اولى الحالات الصحيه التي تعرف الانسان عليها في قديم الزمان، ووصفه البعض بالحاله بين الحياه والموت، بينما اطلق عليه اخرون بعدو العظماء. حديثنا في هذه الفقره عن الصرع، عن تحدياته، كيف يمكن التعايش معه؟ لذا إن كنت مصابا بالصرع شافاك الله، أو تعرف شخص مصاب به، فإن هذه الفقرة تهمك لما قد تحمله من معلومات طبية ونصائح. للحديث حول هذا الموضوع أستضيف معي في الاستوديو الدكتور أنس البراك، استشاري المخ والأعصاب. حياك الله معنا دكتور أنس، شكرا لقبول الدعوة وحضورك. هلا، حياك الله. الله حيك. أشكرك على الاستضافة وأشكر جميع الزملاء بالأعداد. الله حيك دكتور أنس. اليوم لما نتكلم عن الصرع، وش نقصد بالصرع؟ وش مفهوم الصرع أصلا؟ ممتاز، هذا من أهم الأسئلة اللي يعني نجيب عليها دائما، خصوصا بأول التشخيص. هناك تشنجات وهناك صرع. التشنجات هي ببساطة، بتعريف مبسط، هي شحنات كهربائية غير متحكم فيها، فيها لخبطة بالدماغ، فتظهر بأعراض بحسب المنطقة اللي تتكون فيها هذه الشحنات. فتنقسم، احنا نقسمها الى قسمين، قسم عام اذا كان كل الدماغ تحصل فيه لخبطة الشحنات هذه، او جزء اخر وهو البؤري، بحسب المكان اللي تظهر فيه تظهر احد الاعراض. بمثلا اذا حصلت بمكان مسؤول عن الحركة تحصل حركات لا ارادية، اذا كانت يعني حصلت التشنجات بالمنطقة المسؤولة عن التفكير والمسؤولة عن الكلام، قد يحصل فيه ضبابية التفكير ويعني وقت معين يكون غايب عن الذاكرة، قد يكون فيها لخبطة. المنطقة البصرية قد يكون فيها تهيؤات بصرية. إذا كانت التشنجات تحصل أكثر من مرة ويتوقع حصولها أكثر من مرة من غير ما يكون فيها يعني بشكل تلقائي، هذه تسمى صرع. فهذا الفرق بين الصرع والتشنجات. الصرع هل هو يعني مرض مكتسب، أم مرض وراثي، أم مرض له يعني محفزات أخرى؟ جدا مهم السؤال هذا، وفهمه يسهل على كثير من المصابين وأهلهم وعلى عامة الناس. أنه التشنجات هي عبارة عن عرض لمشكلة معينة، يعني مثل ما احنا نقول ممكن تعالج. نعم، يعني هي مثل ما احنا نقول ارتفاع بالحرارة، صعوبة بالتنفس، هي عرض معين يحصل بأسباب كثيرة جدا. قد يكون جزء منها مكتسب، قد يكون جزء منها وراثي. لو نبغى نروح ناخذ احصائيات عامة عن الصرع بشكل مجمل، وش ابرز الارقام اللي يمكن اليوم تزودنا فيها؟ عدد المصابين بالصرع عالميا، احنا نتكلم على اكثر من 50 مليون حول العالم. رقم كبير جدا جدا. عدد المصابين بالمملكة، عملت احصائية بعام 2001 عملها الدكتور سعد الراجح الله يغفر له، كان عدد المصابين بالصرع بالسعودية 6.54 لكل 1000 شخص. النسبة هذه مقاربة للنسبة العالمية اللي هي بين 5 إلى 15 لكل 1000 شخص. يعني اليوم النسبة العالمية 5 فاصلة؟ احنا نتكلم من 5 إلى 15، تختلف تقل أو تزيد، من 5 إلى 15 شخص لكل 1000 شخص. لكل 1000 شخص. احنا اليوم خلينا نقول بالمعدل المتوسط 6 فاصلة. هذا كانت الإحصائية المعمولة. هذه عام كم؟ 2001. ممكن أنه يرتفع هذا المتوسط؟ قد يكون أنه العدد أكبر من كذا. يعني احنا اليوم نتكلم عن حوالي فوق 200,000. احنا اذا يعني عدد سكان يفترض المملكه، مصابين بالمملكه، عدد سكان المملكه 34 مليون، اذا حسبنا الرقم اللي هو 6.5 حيكون فوق ال 220,000 مصاب. اوف بالصرع. وهل غالبا الاشخاص المصابين بالصرع يدركون انه هو مصاب بالصرع؟ يعني اليوم في كثير من الأفكار يمكن السائدة، وبنجي عليها بعد شوية، لكن هل يدرك اليوم مريض الصرع أنه مصاب فيه
الأعراض، ما هي أبرز الأعراض اليوم للصرع؟ ممتاز. الصرع العام اللي تحصل فيه اختلاجات بالجسم غالبا ما يخطأ فيها وما في أحد يشك فيها أنها صرع، من حصولها من أول مرة يذهب الشخص أو يذهب بالشخص للمستشفيات حتى يطلب العلاج. المشكلة ببعض التشنجات مثل ما يسمى تشنج الغيبة، يحصل كثير من الأحيان بالأطفال، قد يستمر مع الشخص لفترات طويلة قبل أن يتم تشخيصه. الأعراض كيف تكون؟ يكون يغيب عن المحيط اللي حوالينا لمدة ثواني ثم يرجع. لما نتكلم احنا الشخص يحصل له الشيء هذا بشكل متكرر يوميا وطالب بالمدرسة، يأثر على تحصيله. اللي قد يلاحظ الأشخاص بالأهم المدرسين بالمدرسة وأيضا الأهل بالمنزل، قد يحصل بعض الأحيان يعني يكون في تأخر بتشخيصها. هذا بالنسبة للنوع هذا من التشنجات. التشنج البوري بعض الأحيان مثل لما في نوع احنا نسميه التشنج البوري اللي يصدر من الفص الصدغي، يحصل فيه تشويش على الإدراك. أكمل معك، أنا آسف المقاطعة، لكن نطلع فاصل قصير وأبدا استكمل. حياك الله. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. حديثنا عن مرض الصرع، التحديات اللي يواجهها المصابين بالصرع، وكذلك كيف يمكنهم التعايش مع هذا المرض. دكتور أنس، قبل ما نطلع الفاصل كنا نتكلم يمكن عن دراسات يعني تمت وكانت تبحث عن متوسط المصابين بالصرع في المملكة. أنا بروح لجانب ثاني، الصرع هل له مدة؟ يعني هل أقدر أقول أنه الصرع الشخص إذا أصيب بالنوبة هذه ممكن ثانيتين ويقوم، ممكن دقيقة ويقوم؟ هل فيه متوسط وقت لهالنوبة ولا لا؟ يعتمد. جدا مهم السؤال هذا. الاختلاجات والتشنجات العامة بغالب الأحيان مدتها أقل من دقيقتين. احنا نحسبها بأنه من بداية الاختلاجات إلى توقفها، بعدها نوقف الوقت، الإغماء اللي تحصل بعدها ما تحسب من ضمن التشنجات. لكن هناك بعض التشنجات تكون لمدة ثواني. نعم. ولو كان جهاز تخطيط الدماغ على سبيل المثال موضوع على الشخص، قد يكون هناك شحنات كهربية مستمرة، الشخص نفسه المصاب واللي حوالينا قد ما يلاحظون الموضوع هذا. على الجانب الآخر في تشنجات تكون مدتها طويلة يصعب التحكم فيها، فنضطر نعطي لها الخط الأول من العلاج والخط الثاني من العلاج، ونضطر أنه نوم الشخص بالعناية مركزة على أمل إيقافها بأسرع وقت. هل يمكن أنه الشخص يصاب بالصرع في أي عمر؟ الصرع قد يصيب كل الأعمار. كل الأعمار؟ كل الأعمار. يعني ممكن شخص أربعيني، ممكن شخص عشريني، ممكن طفل. نعم. بيكون بشكل مفاجئ وفق المحفزات اللي تكلمت عنها. صحيح، لكن بعد عمر معين احنا دائما نبحث عن المسبب، ندور على سبب معين حتى يعني نحاول أنه نسيطر على التشنجات بأسرع وقت ممكن. العلاج، تحدثت عن العلاجات، لكن خلينا نأخذ بشكل ثاني، يعني وش التحدي اللي تواجهونه اليوم كأطباء فيما يتعلق بالعلاج، بعلاج مرضى الصرع؟ طيب أول حاجة احنا دائما نتأكد من أن الشخص هذا مصاب بالصرع ولا لا. ليس كل إغماء هي صرع. أسباب الإغماءات كثيرة، أسباب يعني كثير من الناس يتجهون لأطباء المخ والأعصاب بسبب تنميل، يقول هذه كهرباء أنا أحس فيها فأنا أتوقع أن اللي عندي تشنجات، وبعض الأحيان خوف، يعني شخص روحه ويجي. صحيح. لأنه لما يبحث بالإنترنت قد يظهر له أشياء ثانية تقلقه. بعضهم قد يعني اطلاعه وعدم لمراجعة المختصين قد يعني يصاب، يصل إلى مرحلة الوسواس بخوف أنه أنا فين المشكلة هذه. فإحنا أول شيء نتأكد من اللي حاصل عند الشخص تشنجات وشخص بالصرع. رقم اثنين، نعالج أساس المشكلة إن وجدت. مثلا شخص حصل له نوبة تشنج واحدة بسبب انخفاض
حاد بالسكر لأي سبب إن كان، إحنا نعالج أساس المشكلة، وقد ما نحتاج أصل الأدوية الصرع. إذا كان فيه اعتقاد أنه حيستمر معه، إحنا حنعالجه بالأساليب الأخرى وحيستمر معه الأدوية لفترة معينة. في علاج جراحي لل صحيح، نعم نعم، العلاجات الجراحية من التدخلات الناجحة جدا لبعض أنواع التشنجات. إحنا نتكلم على أنه ثلث المصابين بالصرع عندهم صرع مستعصي. إيش تعريف الصرع المستعصي؟ أنه الشخص يأخذ دوائين سواء مع بعض أو بفترات مختلفة أدوية للصرع ولا يتحكم بالصرع، هنا يدخل تحت تصنيف الصرع المستعصي. يكون التدخل الجراحي هو أفضل حل، يكون وقتها التقييم للتدخل الجراحي. طبعا احنا ندخل وقتها بمسار آخر للتقييم. طيب أخيرا يعني باختصار شديد، إذا نبغى نفردها بنقاط، كيف يتعايش الشخص مع الصرع؟ أول شيء الصرع الشخص المصاب بالصرع يستطيع الوصول إلى أعلى المناصب بإذن الله، ما يعيقه من أي شيء، يكون شخص ناجح، يستطيع الزواج، يستطيع الإنجاب، يستطيع الدراسة، يستطيع عمل أي شيء أو معظم الأشياء اللي ما الأشخاص الغير مصابين يعملون فيها. التحكم بالصرع بمعنى أنه إذا كان فيه أي مشكلة بالعلاجات يتواصل مع الطبيب لتغييرها، إذا كانت الصرع مستمر معه نبحث عن حل آخر دائما. إذا الحل دائما في التعايش مع الصرع أن يكون التشخيص هو السليم أو التشخيص السليم، خطة علاجية، الاستمرار على هذه الخطة، بعد كذا تمارس حياتك بشكل طبيعي. النقطة الأخيرة أنه دائما هناك حل، الصرع من المشاكل اللي دائما لا حل بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أنس البراك استشاري مخ وأعصاب على كل هذه المعلومات والإضافات. هنا ختام، يا هلا، إلى اللقاء.